دير يونس بالخضر هذا من الانتاجات الجديده ديال البطوله الوطنيه. هذه الانتاجات اللي قلت مع الاسف الشديد خلال المواسم الماضيه. ماذا يمكن ان تقول عن يونس بالخضر وانت تعرفه حق المعرفه؟ بالفعل فبالخضر حين الاشراف ديالي على امال فريق الوداد البيضاوي فكان اللاعب اللي كيلعب في تيان رقيناه الفريق ديال الامال رغم فارق السن ديال 3 و4 سنوات فاستطاع انه يبصم على لقاءات جيده انه ياخذ المكانه الرسميه مع لاعبين كدوليازال كالسعيدي كفوزي عبد الغني كبرزوق كحمزه حجي فاستطاع انه ياخذ المكان ديالهم وبين منذ الصغر على انه لاعب اللي عنده امكانيات قويه والدليل هو الان كيلعب فريق الرجاء واكثر من نادي يريد الخطب الويد ديالو واخيرا سمعنا على انه يمكن ينتقل الفريق من اجل الاحتراف باسبانيول برشلونه. نعم نتمنى ان تتم هذه الصفقه في انتظار ذلك نتابع هذه الورقه وهذا البورتري عن يونس بالخضر وهو من انجاز الزميل امين الهناوي من مدينه الدار البيضاء. صفقة انتقال اللاعب الرجاوي يونس بالخضر إلى فريق إسبانيول برشلونة أثيرت حولها العديد من الآراء والمواقف حول مدى صحتها ومبلغها وأطرافها. اللاعب أكد قبل خوض لقاء الجمعية السلوية وجود هذه الصفقة وقرب تحقيق حلمه في الاحتراف بأحد أكبر الأندية الإسبانية. عرض لي صحيح لي الحمد لله جرات في واحد المتابعه ديال فريق الرجاء مع الوكيل الاعمال ديالي ووكيل اعمال اسبانيول برشلونه وانتم كما كتشوفوا هادشي بان ديما في اي انتقال من فريق لفريق كتمر على 3 مراحل وهي دازت المرحله الاولى اللي كانت الحمد لله بوزيتيف ودابا كنشوفوا المرحله الثانيه والمرحله الثالثه زعما انتقال ما غاديش ماشي غادي تجي وغادي تمشي صافي فهمتيني متفائل 100%. المكتب المسير للرجاء يؤكد بدوره وجود هذه الصفقة مع نادي إسبانيول برشلونة والرغبة في الاستفادة من خدمة اللاعب في حال عدم إتمامها. تنأكدوا هذا الخبر هذا وهذه مسألة تتجرى في جميع الأندية الكبيرة تتكون مفاوضات ما بين نادي كبير ونادي كبير لأن ما تتكونش في اليوم الأول تيكون يعني تتكون العملية انتهت. إذا الأمور غدا في مجراها الطبيعي. الأمور غدا في مجراها الطبيعي، الوقت اللي غادي تحدد ليها باش تكمل غدا تكمل، ما كملتش بالأخضر راه دائما اللاعب ديال نادي الرجاء الرياضي ومحتاجة ليه كرة القدم المغربية. يونس بالخضر أبان عن إمكانيات بدنية وتقنية جيدة منذ بداية هذا الموسم وساهم في حصانة دفاع الرجاء في أكثر من لقاء، سيكون حاضرا في مباراة الجمعية السلوية. إذن تابعنا هذه الورقة عن يونس بالخضر.